نجدد بكم التحية واللقاء من جديد مع انطلاقات أشواط الحجايج بأولى أيام هذا المهرجان السباق السنوي الختامي الكبير المقام على أرضية ميدان ولاية صحار. هذا السباق الذي يقيمه وينظم الاتحاد العماني لسباقات الهجن، هذا السباق الذي يأتي بدعم وتوجيهات من سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله، دعما وتشجيعا لملاك الهجن المهتمين برياضة سباقات الهجن. أعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط الخامس بمجموعة أشواط سباق هذا اليوم، السيارة الرابعة للبكار الحجايج. نذهب مباشرة إلى الصدارة وإلى البداية، أجد مشكورة سيف بن عبد الله بن سيف الشافعي من يقدم مشكورة على المركز الأول. المركز الثاني خيال راشد بن سالم بن علي الغيلاني، بينما المركز الثالث مشكورة حميد بن سالم بن أحمد الوهيبي يقدم لنا اسم مشكورة على المركز الثالث. المركز الرابع هذه صلالة سعيد بن راشد بن مسلم العمري في رابع المراكز والتحديات، بينما المركز الخامس هذه بلشة رايد بن فاضل بن محمد المقمالي مقدم بلشة على المركز الخامس، بينما سادس المراكز تتواجد حضور سليب بن سالم بن علي الغيلاني، والمركز السابع الوجود من العاصمة علي بن عبد الله بن سعيد الوهيبي. المركز الثامن هذه التي تصل على ثامن المراكز الظبي عبيد بن سعيد بن علي الزرعي، والمركز التاسع الوجود يأتي من ذوق محمد بن سعيد بن صقر اليابري، والمركز العاشر يختتم به النداء وجنة سالم بن غدير بن حمدان الوهيبي. هذه النتيجة للعشرة الأسماء الأولى المنطلقة والمتقدمة بمسار وتحديات خامس الأشواط. السيارة الرابعة الجائزة سيارة للفائز المركز الأول، هذه مشكورة تتقدم مجموعة الحجايج المشاركة بخامس الأشواط حميد بن سالم بن أحمد الوهيبي. يا سلام يا هذا الأداء والتقدم والتميز إلى حد هذه اللحظات، تقود هذه المجموعة المشاركة باحثة عن السيارة من هذا المهرجان الكبير من هذا السباق السنوي الختامي. المركز الثاني وصلت الأسماء، خيال من تاتي على المركز الثاني، راشد بن سالم بن علي الغيلاني، صلالة تتقدم بدورها إلى ثاني المراكز، سعيد بن راشد بن مسلم العمري، بينما الوصول يأتي من بلشة رايد بن فاضل بن محمد المقبالي يتقدم هو بدوره إلى المركز الثالث. يا سلام مقدمة لنا اسم بلشة المتواجدة على المركز الثالث، خيال في المركز الرابع، راشد بن سالم الغيلاني، والمركز الخامس مشكورة سيف بن عبد الله بن سيف الشافعي، والمركز السادس الوجود يأتي من الظبي عبيد بن سعيد بن علي الزرعي، والمركز الثامن حضور مع سليم بن سالم الغيلاني. هذه النتيجة وندانا الثاني بخلال هذا المسار لنا عودة مع انطلاقة مشكورة تقدمها على هذه المجموعة، مشكورة حميد بن سالم بن أحمد الوهيبي. يا سلام يا هذا التقدم على هذه المجموعة المشاركة، لكن الاسم القادم خطير، الاسم القادم مرشح، الاسم القادم اسم مميز، هذه صلالة سعيد بن راشد بن مسلم العمري من تاتي على المركز الثاني. المركز الثالث ما زالت بهبلشة رايد بن فاضل بن محمد المقبالي. يا سلام يا هذه الأسماء التي بدت بالتقدم والظهور مشكورة، سيف بن عبد الله بن سيف الشافعي، الضبي عبيد بن سعيد الزرعي، ووصل اسم جديد هذه الاتحادية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، لكن هذه اللي قد وصلت الشاهنية زاهر بن حمد بن سالم المالكي، ووصلت العاصمة علي بن عبد الله بن سعيد الوهيبي. لكن أعود مع البداية مع الانطلاقة الأولى 1200 متر الأخيرة هي المسافة الفاصلة عن سيارة هذا الشوط بقيادة وانطلاقة مشكورة أحمد بن سالم بن أحمد الوهيبي الذي ما زال يحتفظ بموقع الصدارة، يحتفظ بموقع البداية منذ إعلان هذا الشوط إلى حد هذه اللحظات، هي المسيطرة كل السيطرة، ما زالت تحكم القبضة على السيارة. إذن هذه مشكورة هي المدشنة لأمتار الكيلو المتر الأخير. يا سلام يا مشكورة حميد بن سالم بن أحمد الوهيبي، لكن صلالة سعيد بن راشد بن مسلم العمري وصل بن السهران، وصلت الأسماء، وصلت العاصمة علي بن عبد الله بن سعيد الوهيبي.
الوهيبي اسم خطير، وصل اسم جديد، وصل ممثل السلطنة الدايم حمد بن محمد الوهيبي مقدما لنا اسم الاتحادية، وصلت حضور اسري بن سالم الغيلاني، وصل سلطان بن غثي الغفيلي، وصلت الأسماء لكن مشكورة على البداية، لم تستسلم إلى حد هذه اللحظة. حميد بن سالم بن أحمد الوهيبي صلالة انطلقت في هذه اللحظة، سعيد بن راشد بن مسلم العمري وهنا الوجود من العاصمة، علي بن عبد الله بن سعيد الوهيبي اسم قوي وخطير يتواجد على المركز الثالث، بينما الوصول من اشتعال عبد الله بن سعيد بن عيد الحبسي بقيادة سلطان بن غثي، لكن هذه صلالة بدأت تقترب من خط النهاية، تغير مسار الشوط لصالحها، مشكورة تعود للمنافسة من جديد. حميد بن سالم بن أحمد الوهيبي هناك العاصمة تتواجد، علي بن عبد الله بن سعيد الوهيبي، إذا صلالة 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 ومشكورة صلالة ومشكورة، سعيد بن راشد بن مسلم العمري هناك مشكورة، حميد بن سالم بن أحمد الوهيبي الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة لمن السيارة، لمن السيارة، صلالة هي الأقرب، صلالة هي الأقرب، سعيد بن راشد بن مسلم العمري، سلام بن السهران، سلام سلام بدية، سلام، ها هي الآن تصل إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الانتصار، معلن التألق بخامس الأشواط، بينما مشكورة حميد بن سالم بن أحمد الوهيبي بنت الثانية بعرض جميل، المركز الثالث سلطان بن غثي الغفيلي، والمركز الرابع عبد علي بن عبد الله بن سعيد الوهيبي، بقية الأسماء حينها لقيت خط النهاية، تهانينا والناموس لسعيد بن راشد بن مسلم العمري بمناسبة فوز صلالة بنقطة الشوط الخامس، تحصل على السيارة، السيارة الرابعة المخصصة للمكار، تهانينا والناموس لملك سعيد بن راشد بن مسلم العمري، بينما مشكورة التي أدت أيضا أداء مميز حصلت على المركز الثاني بقيادة حميد بن سالم بن أحمد الوهيبي، أيضا أدت أداء مميز قادت الشوط إلى الرمق الأخير، بينما ثالث المراكز كان لصالح أيضا الوصول من شعار سلطان بن غثي بن حميد الغفيلي، هي من أتت على المركز الثالث. كان هذه مجريات هذا الشوط وتحدياته، استطاعت صلالة أن تهدي مالكها هذا الإنجاز، هذا الانتصار، هذه السيارة الخامسة بصباح هذا اليوم. إذن مشاهدينا الأعزاء هكذا تابعنا مجريات خامس أشواطنا الصباحية وجائزة الشوط، سيارة تابعنا صلالة لسعيد بن راشد بن مسلم العمري بخمس دقائق 57 ثانية و97 جزء من الثاني، تهانينا والناموس والسيارة غادرت إلى ولاية بدية، بينما مشكورة من احتلت المركز الثاني لحميد بن سالم بن أحمد الوهيبي بتوقيت 5 دقائق 58 ثانية و25 جزء من الثانية، كان الحضور ممتاز أيضا من مشكورة. أما في ثالث المراكز أيضا كان حضور لشعار سلطان بن غثي الغفيلي التي كانت حاضرة أيضا حضورا جميلا ومشرفا، تهانينا والناموس لكافة الأخوة الفائزين، وسلام بن السهران.